كده حبايبي بعد ما غسلنا القمح وبديناه ليله وكده سلقت القمح، ونحط له ايه السكر اللهم صل على سيدنا محمد، السكر والفانيليا واللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. كده السكر يا حبايبي، ده السكر ده حسب الرغبه، في اللي بيحبه محدد قوي وفي اللي بيحبه كده ايه وسط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن، وممكن نجيب حتة قشطة ونحطها عليه برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا كده عشان تفطروا ولادكم قبل ما يروح مدارسهم، واللي يروح شغله واللي يروح الجامعة، دي احسن فطار. يعني ما تتكلوش كده على السندوتشات، ممكن الاولاد بياخدوا السندوتشات وساعات بيجيبوها معاهم، ساعات بيركنوها كده ما بياكلوهاش، بس اهم حاجة يكون طالع كده واكل في البيت كده وشبعان، عشان يبقى عنده طاقة، عشان تبقى الذاكرة حاضرة، عشان يحفظ دروسه، وربنا يوفق كله يا رب وبالنجاح ان شاء الله. تقولوش ان اولادكم ياخدوا السندوتشات وما يفطروش، اهم حاجة الفطار احبابي، اهم من السندوتشات الفطار. يطلع اولادكم كده فطرانين في البيت وشبعانين، عشان يعرفوا يستوعبوا الدروس بتاعتهم، وربنا معاكم يا رب وبالنجاح ان شاء الله. اسمها ايه الحبة الكاملة كده، حبة القمح كده، وفيها فوايد ما اقولكوش عليها، وفيها لبن برضو، لبن فيه كالسيوم. افطروه كده الصبح مية مية، صحتين وعافية. وهحاول اعمل لكم حاجات للمدرسة بإذن الله والجماعة، ربنا يوفقهم يا رب. هنحط ايه معلقة القشطة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي هتخليها طعمها في حتة تانية، والبيضة طبعا انا بعملها خفيفة شوية، لما تقعد النشا بقى بيتقلها نشا القمح بتبقى ايه تخينة، ما بتبقاش خفيفة كده، كل ما هتقعد بتبقى تقيلة كده حبايبي. بصوا لما قضيت الرز لما صلى على سيدنا محمد البليلة، بص عاملة ازاي، بص يا حبايبي، بصوا بص تخنت ازاي. يعني ايه لما تطفى عليها البوتاجاز ما تكونش ايه سميكة زيادة عن اللزوم. بص لما بتقعد بتعمل ايه، وتحطوا بقى الحاجة اللي ايه الفاكهة اللي تفتح نفس اولادكم. احب اقول لكم لازم تعلموا عيالكم من هم في الحضانه، يتعودوا يفطروا في البيت. ولادكم حط لهم الحاجه اللي هم بيحبوها، يعني كده بسم الله الرحمن الرحيم كده ايه جوز الهند، كده ممكن موز واي فاكهه تاني هم بيحبوها كده. اي حاجة بتفتح نفس اولادكم حطوها عشان يفطروا قبل ما يروحوا مدارسهم وحضانتهم جامعتهم شغلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وده ايه كده، ده اسمه شربات ورد. كده قدامكم ما شاء الله بليلة بالموز، وبليلة بجوز الهند، وبليلة بشربات الورد. ممكن ناخد واحدة كده هنا كده، جميلة جميلة. حاولوا تفتحوا نفس الأولاد بأي حاجة، وحاجات صحية وحاجات جميلة، أحسن من الشيبسيات والكريتات والحاجات المواد الصناعية دي. وكده لو عجبكم الفيديو حبايبي، كل حاجة كده طبيعية وكل حاجة من بيتنا. جوز الهند طبعا معروف ده عندنا في البيت، واحدة مزايا، شوية شربات أنا كنت جايباه يوم مولد النبي عليه السلام، برضو ايه نستغلوا كل الحاجات دي برضو تنفع اولادنا، يعني كلها حاجات من البيت. وشويه قمح تبلوهم كده وتعمليهم كوبايتين لبن عليهم، تمام التمام. بس تعودوا اولادكم قبل ما يخرجوا من البيت يكونوا فتره يفطروا فطار جميل كده يفتح النفس، وحاجات صحيه، كوبايه لبن، بيضه مسلوقه، حته جبنه، معلقتين فول، كل الحاجات دي حلوه. وبقى السلطه خيار، جرجير، خس. وبرضو حتى لما ياخدوا السندوتشات معاهم لازم الخضار معاهم، لازم الفاكهه. حاولوا نوعوا لاولادكم وربنا يفرحكم بيها ويفرحنا باولادنا جميعا يا رب. وكل سنه وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو لايك لايك كده وشير، تشيروا الفيديو كده، وصحتين وعافيه ان شاء الله عليكم كده. وجربوا
وان شاء الله هتدعوا لي وانا عايشه بدعواتكم. وانا بشكركم جدا جدا من هنا كده على دعواتكم بصراحه، ربنا يبارك لي يبارك لك فيكم يا رب. واشكركم جدا جدا على ذوقكم الجميل، وصحتين وعافيه عليكم يا رب وعلى اولادكم. باي.